واحد يقول لازم الواحد يعرف تعريف النكاح، هل هذا له اصل الكلام؟ شو يعني تعريف؟ هذا هو النار، شو تعريف لازم يعرف؟ شو هذا؟ حبينا نستفسر يعني. واحد يعني بيغلط اللفظة ما بتسأل، ما بتسأله، بتسأل اللي ما عنده خبر بها اللفظة اللي يظهر مش عارف يعني إذا نقول كنه وين الله حاطه شلون يعني، يمكن ما يكون قصده انه يسجل يكتب، يمكن مش ما واضح. هو هذا السؤال شيء نقل من واحد لواحد يعني، أنا قلت له يعني هذا مش وارد الأصل بالمرة، ما بنعرف شو قصده يا أخي. حسب الأصل نعم. أي نعم. بس ما كانش قصده يعني تفتيش.